الجزئيه اللي حضرتك كنت لسه بتتكلم فيها، وشفنا كابتن حلمي طولان بعد لقاء وادي دجله في انفعال ما شفناهوش قبل كده من المرات، مش نقول القليله النادره اللي نشوف كابتن حلمي طولان متعصب فيها. ايه السبب يا كابتن حلمي؟ من ماتش اسوان احنا اعترضنا عشان الفار، مفيش فار. بعتوا الفار من غير ما يشتغل، اتحسب عليا جول اوفسايد، وممكن احنا عاملين على فكره سي دي فلاشه بكل الكلام ده، بكل اللي تعرضنا ليه، المواقف اللي حضرتك شايف وجهه نظرك ان كل اللي تعرضنا ليه اتحسب عليا جول اوفسايد مليون في الميه. وليه جول اتحسب اوفسايد مش اوفسايد؟ ده في ماتش اسوان. اجي ماتش الجونه، ماتش سموحه، اتحسب عليا ضربه جزاء من نفس الحكم اللي حكم لي الجونه، ما فيهاش ضربه جزاء خالص باعتراف الجميع مش انا، تمام. كل الخبراء بتوع التحكيم قالوا مش بنالتي. واخد بال حضرتك؟ ماتش الزمالك، ماتش الزمالك ليها ضربه جزاء واضحه جدا مع كريم فؤاد جوه ال 18، وكل خبراء التحليل طلعوا الحكام قال لك ضربه جزاء ما اتحسبتش، ومحدش راح للفار. واخد بال حضرتك؟ كانت تديني نقطه. طب حضرتك مش بتشوف يا كابتن حلمي ان الاخطاء دي على كل الفرق؟ يعني شفنا الزمالك بيشتكي من التحكيم، الاهلي بيشتكي من التحكيم، بيراميدز بيشتكي من التحكيم. انا ما بطلبش حاجه، انا نفسي حكم عندي لو في شك يطلع يشوفه. يطلع يشوفه. يعني حضرتك بتطالب بس ان لو في حاجه على الاقل يطلع يشوفه. يطلع يشوف. ليه تخلي ترسخ عندي الشك؟ وليه ترسخ عندي ان انا راجل بتظلم؟ ليه؟ الجونة ضربتين جزاء، ضربتين جزاء فهمش كلام، ومعايا على فكرة على الموبايل. طب هل كان في تواصل من إدارة الكرة بفريق ام بي مع الاتحاد المصري لكرة القدم مع لجنة الحكام؟ هقول لحضرتك على حاجة، نادي ام بي نادي محترم طبعا، وإدارته محترمة ومن غير جماهير، فمهضوم حقه، مهضوم حقه، وبيجوا عليه عشان ملوش قاعدة جماهيرية. انت حضرتك شايف ان التحكيم السنه دي يا كابتن حلمي عنده مشاكل او في مشاكل كتير؟ مفيش شك يعني. مفيش شك. مفيش شك ومشاكل على كل الفرق، مشاكل واضحه. على كل الفرق. مشاكل واضحه. واخد بال حضرتك؟ انا مش عارف هل احنا جايبين الفار ده منظره يعني ولا ايه؟ واخد بال حضرتك؟ انت حضرتك شايف ان الاستخدام استخدام تقنيه الفار مش الاستخدام الامثل. خالص. تمام. خالص. واخد بال حضرتك؟ نيجي للجونه. ضربتين جزاء انا هوريهم لحضرتك بعد ما نخلص وتشوف. هو بس كابتن حلمي الناس دايما متعوده على كابتن حلمي ان تصريحاته دايما متزنه ما فيهاش انفعال، هو ده السبب اللي خلى الناس كلها تبقى مستغربه انفعال كابتن حلمي طولان؟ انفعال ان انا حاسس بالظلم وحاسس بالقهر وحاسس بالاستقصاد. تمام. ده اللي انا حاسه، ده اللي انا حاسه، ان انا الكلام ده كله متعمد ضدي. فامبي بيروح. طب ايه اللي امبي هيعمله الفتره اللي جايه يا كابتن حلمي؟ هل في شكوى؟ هل في احنا بنعمل ملف كامل لكل الحاجات اللي علينا اللي ما اتحسبتش لينا، والواضحه وضوح الشمس، واخرهم الماتش الاخير. وهيتم تقديمها لاتحاد الكوره؟ لا، اتحاد الكوره لا. امال فين؟ احنا هنصعد. انا شخصيا هنبقى ابعد من كده. ابعد من كده الاتحاد الدولي يعني؟ الاداره بقى هي اللي تتكلم وهي اللي تقول هذا الكلام. يعني حضرتك سايب الملف ده لاداره النادي. تمام. نيجي للماتش الاخير. يعني انا مش عارف يعني بيتعمل كده ليه يعني. ضربه جزاء مليون في الميه، ده البشر كله. احنا شفناها وكان معانا كابتن سمير عثمان وقال ان هي ضربه جزاء ما فيهاش كلام. طب حضرتك احنا رحنا قلنا لك يا كابتن اطلع شوف الفار، اللي في الفار بقى هو اللي حكم لي الجونه وما حسبليش ضربتين جزاء، هو اللي حكم لي سموحه وحسب عليا ضربه جزاء. بس برضه يا كابتن حلمي حضرتك مش شايف انه لما بيبقى في مسؤولين بقدر حضرتك قدر مسؤولين تانيين بيطلعوا يتكلموا بمفردات التربص والتعمد والتصيد، ده بيدي للناس للجمهور انه يتكلم بعاطفته، يبقى في احتقان، يبقى في تعصب. ثانيه واحده حضرتك، ثانيه واحده حضرتك، المطلوب مني ايه؟ اكتب في نفسي واموت يعني ولا ايه؟ اضيع فرقتي يعني ولا ايه؟ بس طبعا يبقى في اعتراض عن طريق القنوات الرسميه. احنا اعترضنا 100 مره محدش بيسمعك. محدش رد على اعتراضات ام بي. اتفضل حضرتك. تقول ايه على الواقعة بتاعت ماتش الزمالك؟ ان انا شاورت الجمهور كده قلت لهم انا عارفكم واحد واحد، اتعاقب بماتشين ايقاف و20,000 جنيه. بس كان في تظلم من فرقه ام بي ومحدش نظر فيه قبل الماتش اللي فات. ايه راي حضرتك في حين نظر في حين
واحد من المنظومة الرياضية في مصر اتوقف وبس عدى الشارع راح الاتحاد ما حدش فتح بقه معاه ورجع اتشال الايقاف. اظن احنا عارفين كلنا الوقت. حضرتك تقصد كابتن سيد عبد الحفيظ؟ واخد بال حضرتك؟ لا انا حضرتك جاوبني يعني حضرتك تقصد مين عشان يبقى كلام بس. أيوة سيد طبعا. سيد. واخد بال حضرتك؟ تسمي ده ايه؟ تسمي ايه لواحد يعني حضرتك كنت بتطالب ان يتم التحقيق معاك زي ما تم التحقيق معايا؟ لا ما يتمش التحقيق معايا، انا إيه؟ انا ما اخطاتش. انا ما اخطاتش وبعت شك وبعت التظلم وفيه الفيديو وفيه كلام وبستشهدت ان انا واجه مراقب المباراه والحكم الرابع لو انا اخطات. انا ما اخطاتش، ان ما ينفعش حتى لو مش دول جمهور الزمالك ما ينفعش ان انا اخطا فيهم خالص.